الدكتور الثاني علي طبيب اختصاصي في الانعاش والتخدير. الوغ هذا الابتكار اللي شفتوا اليوم عباره عن علبه واقيه للطبيب من ماده البليكسي كلاس اللي شفافه وتتمكننا اننا نديروا الات تنفس اصطناعي للمريض بلا ما يقيسنا الريح اللي خارج من المريض. حيت ملي تنديروا ذاك الجعبه ديال التنفس الاصطناعي للمريض عادي خصنا نبقاو محنيين على المريض وذاك الريح اللي تيخرج منه تيجينا للوجه. بهذه العلبه هذه تيكون كل شيء معزول، تيكون غير يدينا اللي لابسين فيهم الليكات هما اللي تيكون واصل لهم ذاك الهواء، والهواء اللي تيخرج من المريض تيبقى في ذاك العلبه وتيخرج على برا بعيد علينا. دونك هذه طريقه اللي معترف بها ومعمول بها في العالم كامل لوقايه الطبيب من ذاك الهواء اللي مشارجي بالفيروس اللي تيخرج من المريض. الدكتور هاشم الصغير، جراح بمستشفى ابن سينا. مع الفكره اللي منين شفنا في ايطاليا بانهم قاموا باستعمال هذه الاقنعه اللي هي اصلا للغوص والسباحه ليست للاستعمال الطبي، قاموا بتحويلها للاستعمال الطبي. وقاموا بنشر جميع الملفات لطباعه القسم الذي سيحولها الى الاستعمال الطبي. فقمنا باخذ هذوك الملفات، وكنشكر الشركه اللي قدمت لنا كميه لا باس بها من هذه الاجهزه، من هذه الاقنعه مجانيا، بعدما سمعوا بانها كتصلح لهذه الامراض، تصلح لنا في كورونا. فقمنا بتحويل هذه الطباعه ثلاثيه الابعاد اللي غادي يشرح لنا المهندس مصطفى الزاكي شنو هما الايجابيات والسلبيات ديال الطباعه ثلاثيه الابعاد. بعد ما تم تنزيل الملفات للطباعه ثلاثيه الابعاد، تم طباعه النماذج، عده نماذج من هذه الموديلات، ولكن مع الاسف انه معظمها ياخذ وقت كبير جدا، يصل الى 9 ساعات، من 7 إلى 9 ساعات لطباعه نموذج واحد. والمشكله الكبيره انه هي قابله للكسر، بالإضافة إلى صعوبة التعقيم لأنها تتكون من عدة قطع. العملية اللي قمنا فيها وهي استغلال ما هو متوفر ضمن في علبة القناع، اللي هي عبارة عن ما يتم استعماله للغوص، قطعناه يدويا في مكان معين تركيبة، وعن طريق الليزر تم صناعة هذا المحول ليتم تركيبه في القناع ويتم استخدامه من ناحية الكوادر الطبية. ومن بعد هذا القناع كإصلاح في الأول استنتاج ديالو كنا بناء الأطقم الطبية باش يقوموا بالدخول عند المرضى أو للكشف على المرضى المصابين بفيروس كوفيد. فاستعملنا هذا الفلتر انتي باكتيري، مضاد للبكتيري، كاين مضاد للفيروسات، فقمنا باستعماله. ومن بعد بدلت الفكره، تبدلت انه يوليو يستعمل، ممكن استعماله حتى للمرضى في الحاله المتوسطه من الحرج، اي قبل الانعاش. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.